اختتمت من أيام فعاليات حفل ختام المهرجان القومي للسينما المصرية في دورته العشرين بحضور عدد من الفنانين ورئيس المهرجان المخرج الكبير سمير سيف. كما يا ربوت حضرت فعاليات الختام وقابلنا كمان في البداية المخرج سمير سيف رئيس المهرجان. أنا سعيد جدا لأن ختامها كان مسك الحمد لله، يعني كانت الفقرة الاستعراضية جميلة والجوائز في تقديري الشخصي خلاص أعلنت، أنا شايف أنها في منتهى النزاهة والموضوعية، ويعني وأعتقد أن ده كان رد فعل الناس كلها، وزي ما أنتم شايفين فيها يعني انتصار لسينما الشباب سواء في المهن المختلفة أو حتى في جوائز التمثيل. ومن بين الأفلام اللي فازت الفيلم الروائي القصير صورة سيلفي للمخرج محب وديع بطولة الفنان طارق عبد العزيز، وفاز بجائزة شادي عبد السلام وقيمتها 8000 جنيه. الحمد لله ربنا أكرمنا بالجائزة، وأنا مبسوط إن السنة دي في ناس جديدة وفي جوائز لشباب كتير وفي مصورين جداد ومؤلفين، طبعا سعيد حامد طبعا يعني مش جديد وهو طبعا يستحقها، ف يعني أنا مبسوط النهاردة، حاسس إن في فعاليات جميلة وحاسس إن مهرجان يليق بمصر الحمد لله. طبعا ده شرف ليا كبير قوي إن احنا ناخد جائزة من المهرجان القومي للسينما، يعني حاجة تتكتب في تاريخ السينما المصرية يعني. وكمان فاز بجائزة الموسيقى وقيمتها 20000 جنيه الموسيقار تامر كروان، وده عن فيلم خارج الخدمة. احنا مؤلفين موسيقيين طبعا كتير في السينما، ده أول جائزة أخدها من مهرجان القومي للسينما، فهي جائزة عزيزة وعن فيلم عزيز عليا لأنه فيلم مختلف، فيلم فيه فن أكتر من إن هو تجاري، فيلم مستقل، فيلم كان عامله ناس صحابي، فده بالنسبة لي بيخليني أحس إن الجائزة دي جائزة مهمة جدا بالنسبة لي يعني. وقابلنا الفنانة شيرين رضا واللي كانت سعيدة جدا بفعاليات المهرجان واللي فازت بجائزة التمثيل دور أول نساء عن فيلم خارج الخدمة وقيمتها 30000 جنيه. هو مهم ان احنا يبقى عندنا مهرجان عشان كلنا نشوف ايه الاعمال اللي يمكن ما يجيلناش فرصه ان احنا نشوفها في السينما لان مشغولين، فدي حاجه مفرحه جدا ان عندنا مهرجان زي ده بيورينا مجهود الناس. وطبعا شيرين رضا كان ليها تجربه ناجحه جدا مع يسرا في رمضان اللي فات، وده من خلال مسلسل فوق مستوى الشبهات. مبسوطه طبعا من النجاح جدا يعني، وان انا اشتغل مع الفنانه العظيمه يسرا حاجه ممتعه. ومن بين لقاءات كاميرا عرب وود في حفل ختام المهرجان لقاء مع الناقد الفني نادر عادل. السنة دي كانوا فيه اهتمام بالندوات وده شيء إيجابي جدا، يعني كان في ناقد دايما بياخد الأفلام في الثلاث عروض اللي بيتقدموا سواء الروائي أو التسجيلي، وفيه اهتمام أكبر بالتسجيلي والروائي القصير، والتصريح اللي عمله الأستاذ سمير سيف رئيس المهرجان واللي هنشوفه دلوقتي لو صح، يعني إن الأفلام الفائزة كتسجيلي وكروائي قصير هي اللي هتتعرض في الختام مش الفيلم الروائي كما اعتاد المهرجان في السنين اللي فات. لو عمل هذه الخطوة يبقى اهتمام بجد وممتاز جدا بالفيلم القصير. طبعا. أما الفنانة نهدي السباعي ففازت بجائزة تمثيل دور تاني نساء عن فيلم حرام الجسد وكمان سكر مر. أنا أي دور بعمله لازم أحس بيه علشان أعرف أعمله كويس، وأنا بتهيألي إن أنا الحمد لله بوفقت، لأنه أنا النهارده مبسوطة بالجوائز وإن شاء الله يا رب كده أبقى عند حسن ظن الناس على طول في أي حاجة بقدمها. وكمان قابلنا بطل فيلم حرام الجسد الفنان أحمد عبد الله محمود واللي كان سعيد جدا بالجوائز اللي حصل عليها الفيلم. مبسوط جدا لأن يعني اتقدرنا بشيء والناس فهمت، والحمد لله الناس يعني كلنا، عايز اقول لك كل اللي اشتغل في الفيلم ده تعب جدا من اول الفنانين اللي ورا الكاميرا لغايه الممثلين لغايه المخرج، لكل الناس بجد تعبوا، فالحمد لله ان لجنه التحكيم كرمتنا النهارده، ويعني انا مبسوط وفرحان لاصدقائي الافلام التانيين طبعا، لان الحمد لله كان الافلام السنه دي ليها شكل تاني، ارتقينا بالفكر، ارتقينا بالمشاهد نفسه، ارتقينا بحاجات كتير قوي، مبسوط يعني الحمد لله. وجائزة الاخراج الاولى فاز بيها المخرج هاني خليفه عن فيلم سكر مر وقيمتها 30000 جنيه، وكمان قدر انه يحصد جوائز تانيه من المهرجان. تعني لي كتير المهرجان القومي بالذات، جائزته بالنسبه لي ليها معنى كبير، دي رابع جائزه اخدها من المهرجان القومي من اول فيلم قصير اعمله في معهد السينما، فيعني انا خدت جائزتين على فيلمين قصيرين وجائزتين على فيلمين كبار،
بالنسبة لي ده أقصى نوع من التقدير المحلي، ده تقدير مننا فينا كده، ده المهرجان القومي بتاع الصناعة، فلا جايزة معناها كبير يعني. وفي الأفلام التسجيلية القصيرة فاز المخرج وليد السباع عن فيلم ذكرى الموت المنتقم وقيمتها 16,000 جنيه. أنا أولاً فخور إن أنا باخد جايزة من المهرجان القومي للسينما، المهرجان اللي بيمثل لي ذاكرة السينما المصرية، فأنا فخور جداً بيه في المقام الأول، وعايز أقول إن أهم من الجايزة هي رسالة الفيلم، هي يعني ده العامل الأساسي أو الحاجة الأساسية اللي عندي، إن الرسالة بتاعتي توصل وهدف الفيلم ألاقيه فعلاً بيتحقق على أرض الواقع. أنا بناقش العشوائية المكانية، بس أنا بكلم بمنظور أشمل على عشوائية الفكر، عشوائية المنتاليتي، وهو ده اللي بتمنى ان العشوائيه الفكريه تروح من مجتمعنا يعني. كمان اعرب المخرج مجدي احمد علي عن سعادته بفوز فيلمه باب الوداع. الولاد دول بذلوا جهد هايل، تقريبا عملوا كل حاجه انا ما عملتش حاجه. الحقيقه يعني ملحمه صنع الفيلم في حد ذاتها هي اللي تستاهل الجائزه. ولاد عملوا فيلم بالمبلغ اللي خدوه من دعم من وزاره الثقافه في حدود 300,000، يعني تخيل ان فيلم كمل عليها الكريم، يعني مثلا فيلم كله مكلف في حدود مثلا 700,000 جنيه. فبالنسبة للأفلام اللي اتنافست يعتبر، أنا رأيي إن ده ذوق هايل من اللجنة إن هي ميزت النوع ده من الأفلام وقدرته وديته جايزة وسط المنافسة يعني شرسة. وآخر لقاءات كاميرا عرب وود في حفل ختام المهرجان القومي للسينما كان مع المخرج محمد حمدي. المهم في المهرجان ده انه بيعرض انتاج السنه من الانتاج المصري للسينما المصريه، افلام قصيره، افلام روائيه، افلام تحريك. فحقيقي فرصه لانه كل انتاج السنه بيتعرض في مكان واحد، بيتعرض في, 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 في وقت محدود، يعني عدد ايام المهرجان، بتبقى فرصه لينا كلنا كسينمائيين نشوف انتاج بعض، نشوف شغل بعض، الجمهور اللي فاتوا حاجه بيتابعها في المهرجان. الأهم من ده كله هي فكرة التنافس، إنه كلنا بنعرض شغلنا في الآخر بنتنافس بشكل إيجابي جدا، اللي بيحصل على جوائز تصوير، ديكور، إخراج، سيناريو، تمثيل، احتفالية حقيقية كل سنة. كمان سألنا المخرج محمد حمدي عن خلافاته مع الفنانة صلاة سلامة بعد فيلم صبر جوجل. الحقيقة فيلم صبر جوجل من وقت ما خلص تصويره أنا كنت بعتبر إنه أي خلافات حصلت داخل الفيلم صفحة وانطوت، وقلت ده في كل تصريحاتي بعد الفيلم ويوم العرض الخاص. لا. لكن سارة سلامة خرجت في أكتر من لقاء وقررت إنها مش هتعيد التجربة تاني سواء مع الفنان محمد رجب أو المخرج محمد حمدي. هو طبعا نجم وانا بحب تمثيله وكل حاجه، بس انا وهو مع بعض ما يعني ما ظنوش ان احنا هننفع تاني نشتغل، لانه الموضوع في مستوى الشخصي مش في مستوى الشغل خالص. وانا الفيلم كنت شايفه ان هو ممكن يطلع احلى من كده، وكان اوريدي في حاجات احسن من كده بكتير، بس اتمنتجت بخلاف ما بيني وما بين المخرج والبطل الفيلم. بس الحمد لله محمد رجب ومحمد حمدي اشتغل معهم تاني. واكيد طبعا المخرج محمد حمدي كان ليه حق الرد على التصريحات لسارة سلامة. فوجئت من وقتها، يمكن اهو عدى اكتر من شهر على مدار الفترة اللي فاتت دي، فوجئت بانه بشكل يومي تقريبا في تصريحات مسيئة للفيلم، وده اهم مني انا شخصيا. الفيلم اهم مني بكتير ويهمني اكتر بكتير من اي حاجة مسيئة ليا. تصريحات كانت مسيئة للفيلم ومسيئة لشخصي، كان لازم أرد هقول لها عقلي ببساطة، عقلي حبي شغلك، إذا أنت موهوبة غلفي موهبتك بالالتزام بالاجتهاد بالنضج بحسن التعامل مع الآخرين. طبعا عمري ما شفت ممثل بيخدم على دور بطولة في فيلم سينمائي مع نجوم كبار، مع شركة كبيرة، مع مخرج باسم يحترم، ويبقى بالإهمال ده، يهمل مذاكرة السيناريو.